حياتنا لحضراتكم ومساء الفل على كل مشاهدينا مشاهدي على النهار بنسلم عليكم وبنحييكم يومكم ان شاء الله يبقى سعيد وبخير أه لكل اصدقائنا وكل متابعينا اللي بيحاولوا يطمنوا على صديقتي وزميلتي العزيزه سهير جوده ان شاء الله ان شاء الله سهير في طريقها تتحسن الحمد لله وهتبقى موجوده معانا في اقرب وقت وبس انا احب اطمن كل جمهورها وكل متابعينها ان شاء الله ان هي هتكون موجوده معانا في أقرب وقت إن شاء الله. طيب النهارده المفروض إن يبقى عندنا أخبار بس حقيقي أنا استأذنت فريق الإعداد اللي موجود معايا إن إحنا النهارده ما نتكلمش عن أخبار بقدر ما نتكلم عن الموضوع بتاعنا النهارده. ليه؟ الموضوع بتاعنا النهارده أعتقد إنه موضوع مختلف ما فيش تقريبا برنامج ممكن يكون فتحوا او هيفتحوا بالطريقه اللي احنا هنفتحوا بيها. احنا النهارده في مرحله انتخابات، الفتره اللي دي كانت الانتخابات بره مصر لاهالينا اللي في دول مختلفه وان شاء الله بدايه من الاسبوع القادم هيبقى الانتخابات الرئاسيه موجوده عندنا في مصر وكل المصريين هينزلوا يدلوا باصواتهم وباختياراتهم. إحنا كستات تقريبًا عددنا 24 مليون ست في مصر في مصر كلها 24 مليون ست قادرة على إن هي تقدر تنزل تدلي بصوتها في هذه الإنتخابات عارفين يعني إيه 24 مليون صوت نسائي موجود يعني ممكن ينجح أي حد أي حد اعتقد ان احنا كستات نقدر ان احنا نختار ونقول احنا عايزين ده وهينجح لان احنا كفايه قوي صوتنا بس عشان نقول احنا عايزين ده اعتقد ان احنا محتاجين نقول احنا عايزين ده يعمل لنا ايه احنا محتاجين ايه من رئيس الجمهوريه القادم او رئيس جمهوريه مصر العربيه القادم احنا كستات اعتقد ان في العشر سنين دي ودي مش مجامله ومش بقول الكلام ده علشان انا آه على شاشه التلفزيون بس انا بعتقد ان العشر سنين اللي فاتوا كانوا من اقوى العشر سنين احنا كستات كسبنا مكتسبات فيها لدرجه ان الرجاله ابتدوا يتكلموا معانا بفكره اه ما عشان انتوا عندكوا رئيس مديكوا كل اللي انتوا عايزينه اصل انتوا مسنودين بس في حقيقه الامر انا بعتقد ده منتهى الظلم لان احنا في العشر سنين فاتوا دول اخدنا مكتسبات كان لازم ناخدها من سنين كتير جدا كون ان في رئيس جمهوريه قال والله انا هبص على النساء في بلدي العظيمات اللي هو بيسميها ومحتاجين واحد اتنين وتلاته لقينا ان احنا اخدنا مكتسبات جامده جدا مهمه جدا لكن هل تعتقدوا ان المكتسبات دي كفايه هل تعتقدوا ان احنا كستات استكفينا انا بعتقد ان احنا كمان عندنا طلبات كتيرة جدا واعتقد ان الطلبات دي مشروعة واعتقد كمان ان هي على قد ما هي مشروعة على قد ما احنا محتاجين نأكد على ان احنا عايزينها عايزينها لان احنا دلوقتي في عشرين ثلاثة وعشرين داخلين على عشرين اربعة وعشرين المرأة في مصر اصبحت ذو شأن فمحتاجين نفكر كلنا مع بعض احنا كستات كده واحنا قاعدين في البيوت واحنا بنتفرج على بعض واحنا بنتكلم مع بعض واحنا عندنا بناتنا بيكبروا وهم داخلين الجامعه واللي بتتجوز واحنا كستات بينا وبين بعض حتى اللي ما بيشتغلش عايزه ايه عايزه ايه محتاجه ايه ايه الحقوق اللي إنتي عايزاها انا أفكر مع نفسي قبل ما اطلع على الهوا قلت طب لو انت هتقولي حاجه واحده عايزاها وبعدين تكملي بعد كده مع الضيوف العايزاه ذو الخبرة ذو الشأن ستات عظيمات موجودين عشان يكلمونا بالشكل الأعم لي إحنا عايزين إيه من رئيس الجمهورية القادم اكتشفت إن أكتر حاجة نطت في دماغي هي إني لما أجي أشتغل في مكان ويبقى جنبي الرجل في نفس المكان أبقى أنا وهو بنتعامل كإنسان مش هو كراجل وانا كست بمعنى ان انا لما اشتغل في اي مكان من حقي اني اقبض زي ما الراجل ده بيقبض وما يقبضونيش اقل منه لمجرد ان انا ست وهو راجل وبيعوا الاسره وعنده عيال فهو محتاج ان هو يقبض احسن منك انا محتاجه ده يتحط كقانون محتاجه كمان ان انا لما اجي اترقى اترقى زي زي اي راجل موجود يتحكم عليا بشغلي مش بكينونتي ان انا ست اقدر او ما اقدرش شغلي هو اللي هيقول ان كنت انفع اخد مكان الرجل ده ولا لا اكتشفت ان هو ده الطلب الرئيسي اللي في دماغي ايه تاني اعتقد ان احنا هنخش حلقتنا ونتكلم مع ضيوفنا لعل وعسى ممكن اطلع لكم بطلبات اخرى احتمال لكن الاكيد هو ان احنا هنلتقي مع النساء دول عشان نسمع منهم ونتعلم ونعرف لما نيجي ننزل الانتخابات نختار اللي ادانا الكثير من المكتسبات اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا التالي ماذا تريد المرأة من الرئيس القادم؟ وتطلعات المرأة المصرية يوما بعد يوم طوال السنوات التي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية وحتى اليوم فقد آمن بقدرتها وإمكانياتها ومكنها من تحقيق المكتسبات لتنطلق للمشاركة في إطلاق الاستراتيجيات والسياسات والبرامج وإطلاق التشريعات وتراجعت نسب المخاطر والأضرار التي قد تتعرض لها في مختلف المجالات وشهدت المرأة في السنوات العشرة الماضية طفرة داخل المجتمع بتولي المناصب القياديه في الدوله، فارتفعت نسبه تمثيلها في المناصب الوزاريه الى 24% بعدما كانت لا تتجاوز الاثنتي عشر في عام 2014، وفي البرلمان وصلت نسبه تمثيل المراه الى 28% و25% في مجلس الوزراء، و27% في مناصب نواب الوزراء، و31% نائبات المحافظين. في المئة أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة لدعم السيدات اقتصاديا لتوفير حياة كريمة لهن، لتشهد المرأة عصرا ذهبيا في التمكين والنهوض ومراعاة احتياجاتها، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهها، ومع انطلاق انتخابات الرئاسة، يظل السؤال ماذا تريد المرأة من الرئيس القادم؟ طبعا عنوان الحلقه لو اي رجل بيتفرج علينا يقول ايه الطمع ده ماذا تريد المراه من الرئيس القادم ده حقين إيه على فكره لكل رجل بيتفرج علينا اوعى تتخض اعتقد ان احنا وصلنا في العشر سنين اللي فاتت دول ان احنا خدنا مكتسبات كبيره جدا قويه جدا وما خدناهاش من سنين كتير حقيقي وده كان بدعم واضح من رئيس جمهوريه مصر العربيه، ولكن في انتخابات دلوقتي، والانتخابات دي يعني فرصه جديده لكل ست مصريه انها تتطلع للمزيد من المكتسبات لان حقنا احنا بنمثل فئه كبيره اعداد كبيره في الكتله او من اقوى الكتل الانتخابيه اللي موجوده في مصر، 24 او 23 مليون امراه قادرة على ان هي النهار بكرة تنزل تدلي بصوتها فمن حقنا ان احنا نطلب مكتسبات اخرى بس خلونا الاول نعلم نفسنا ونعرف احنا عندنا ايه وعايزين ايه احنا في العشر سنين دول كسبنا ايه كل التلفزيونات وكل البرامج طلعت تقول اه المرأة اكتسبت مكتسبات المرأة اخدت حقوق بس انا اراهنكم ان في مجموعة كبيرة جدا من الستات اتفرجوا علينا ممكن ما يكونوش عارفين احنا خدنا ايه تعالوا مع بعض في الحلقه دي بقى النهارده نعرف احنا اخدنا ايه وعايزين ايه الفتره الجايه فبيسعدنا النهارده يكون معانا دكتوره رانيا يحيى عضو المجلس القوي للمراه وعميد المعهد العالي للنقد الفني اكاديميه الفنون وطبعا هينضم لينا ضيوف اخرى ولكن الاول حي دكتورة رانيا اهلا وسهلا بحضرتك, أهلا بحضرتك. لو انا سالتك بمنتهى البساطه من وجهه نظرك كامراه انت شايفه ايه المكتسبات اللي انت كست كسبتيها في العشر سنين اللي فاتوا دول؟ اول حاجه ان بقى في تقدير للمراه يعني الناس بقت عارفه في المواطن العادي في الشارع بقى حاسس ان الست المصريه ليها ظهر ليها سند ليها داعم حقيقي لان الحقيقه وضع المراه اتغير تماما خلال العشر سنين اللي فاتت المراه كانت بعد انشاء المجلس القومي للمراه من سنه 2000 كان في اهتمام بملف المراه ولكن يمكن الناس على الارض في الشارع الناس العاديه يمكن ما كانتش حاسه قوي بمدى التطور او التقدم اللي حصل في ملف المراه ما كانش في صوت للمراه قوي بيوصل عن طريق وفود بتنزل للستات في بيوتها وهي قاعدة في مكانها م. داخل بيتها لكن المجلس القومي للمرأة دلوقتي بقالنا خلال السنوات اللي فاتت بينزل بحملة اسمها حملة طرق الأبواب يطرق بيت الستات يخبط عليهم بعدد من السيدات اللي نازلين من المجلس القومي للمرأة علشان يقول للست المصرية إنتي مشاكلك ايه محتاجه ايه محتاجه ايه ايه اللي عندك ونقدر ان احنا نوصل صوتها للمسؤولين في الدوله نقدر ان احنا كمان نتكلم معاها في ظل الغلاء الاقتصادي تقدر انها تعمل ايه نقدر ان احنا نوفر بعض المشروعات الصغيره والمتوسطه بالتعاون مع جهات اخرى آه، نعلمها ازاي انها تعمل خياطه ازاي انها تعمل مشروعات صغيره نعلمها ازاي آه، تعمل برامج شمول مالي لاول مره مصر تعمل برامج شمول مالي للسيدات غير القادرات يعني في... ايه شمول مالي يعني الست يبقى عندها من خلال أبليكيشن على الموبايل تقدر ان هي تقترض وتستلف ويكون ليها اكونت على بنك ليها رقم حساب بنكي تقدر ان هي من خلاله تاخد فلوس وتقدر انها تعمل مشروع صغير تدخل بيه دخل تصرف بيه على بيتها بس لازم من خلال ابلكيشن لو الست مثلا متواضعه في الدوار ما هي حضرتك هم بيبقوا سيدات بيخشوا آه بقى لما يتركوا الباب بيقولوا لهم بيعرفوهم ازاي بيعملوا ايه في برامج الشمول المالي عشان خاطر حلو. الست تقدر انها يبقى عندها مورد رزق تقدر انها تصرف بيه على نفسها او على بيتها وده طبعا تحت مظله التمكين الاقتصادي للمراه اللي اطلق في عام 2017 تحت مظله الاستراتيجيه الوطنيه للنهوض بالمراه المصريه ومصر كانت اول دوله يعني تقود هذه الاستراتيجيه في العالم وكانت هذه الاستراتيجيه بناءه يعني ودافع ومحفز لغير يعني الدول الاخرى انها برضو تطلق استراتيجيات وطنيه على غرار الاستراتيجيه الوطنيه اللي اطلقتها مصر. فالاستراتيجيه دي طبعا من احد محاورها المهمه جدا هو التمكين الاقتصادي ان الست تقدر تاخد برامج زي تكافل وكرامه، تقدر انها تاخد معاشات من خلال وزاره التضامن الاجتماعي، تقدر انها تعمل مشروعات صغيره ومتوسطه المجلس بيساعدها في ده بيعلمها بعض المشروعات مطبخ الست المصريه اللي المجلس القومي المرأة عمله ازاي ان الست تقدر انها تعمل مشروع من خلال مطبخها في بيتها وهي جوه بيتها تقدر ازاي انها تعمل هذا المشروع تقدر ازاي انها تعرف طرق عمايل لبعض الاصناف بتتعلمها من خلال المجلس القومي للمرأه وبالتالي تقدر انها تساعد نفسها وتدر ربح على نفسها وعلى اولادها. دكتوره لا لو لو في صديقه لينا قاعده بتتفرج علينا مثلا وجت سالت سؤال قالت وايه اللي صحصح صح المجلس القومي؟ ايه اللي صحصحه بمعنى آه من 10 سنين احنا من 10 سنين آه ايه اللي حصل؟ اللي حصل في قياده سياسيه بتدعم المرأه. بتؤكد على دور المراه كمشارك داخل هذا المجتمع احنا عندنا دستور 2014 في بعض المواد اللي بتنص بنصوص واضحه وصريحه على عدم التمييز ما بين المراه والرجل داخل المجتمع المصري مش بس الدستور ومش بس القوانين اللي بتنبثق عن هذا الدستور لكن كمان الحقيقه بيكون في قياده سياسيه بتدعم وبتؤكد على دور المرأه، يعني مهما يكون عندنا مؤسسات لكن ما فيش قياده بتدعم ده او بتزق ده لقدام وبتخلينا ان احنا كلنا نشتغل في هذا المجال او في هذا الملف م ما كناش الحقيقه هنقدر ان احنا نوصل لكل اللي احنا وصلنا ليه، بالتاكيد ان احنا وصلنا يعني من خلال هذه الاستراتيجيه لان هي دي كانت الامبريلا او, الـ أو الـ الـ الشمسيه يعني اللي احنا بنبقى تحتيها بنعمل كل الملفات زي ايه زي التمكين, التمكين الاقتصادي زي ما احنا اتكلمنا التمكين الاجتماعي ازاي الست انها تكون ممكنه داخل بيتها وداخل اسرتها من خلال عدد من التشريعات اللي بتساعدها على ده زي ان احنا نساعد على الاهتمام بين الاسره نرجع تاني الاسره المصريه اللي هي نواه المجتمع ترجع الاسره متماسكه يرجع يبقى فيه بينا الموده والرحمه ازاي الناس عملتوها ازاي من خلال برامج المقبلين على الزواج آه، طبعا آه. أنا بسأل كل حاجة بتفصيل عشان نخلي كل الناس تفهم الستات الناس اللي عن... رايحين يتجوزوا الستات مم. أو الشباب بنعملهم برامج علشان خاطر يتعلموا إزاي سيكولوجية كل واحد ازاي يتعلم يتعامل مع التاني okay. آه ازاي ان احنا نبقى بناكد دايما على آه ضروره التماسك الاسري لان بعض الناس بتتوقع او بتتخيل ان احنا بننصر المراه على الرجل لا خالص المجلس مش بينصر الستات على الرجال لا احنا بنحاول ان احنا ناكد على دور ان الست يكون ليها دور وليها حقوق لكن كمان ما تنتهكش هذه الحقوق لكن في المقابل كمان بنساعد ان الست تفضل حريصه على بيتها وعلى اسرتها مش م. عايزين تفكك مش عايزين نسب طلاق مش عايزين البيوت تهدم ويبقى الابناء مشردين استحاله ان يكون المجلس القومي للمراه بيسعى باي حال من الاحوال لاي شيء سلبي داخل طب المجتمع لتنفيذ الفكره دي انتوا دخلتوا <applause> البيوت المصريه اتكلمتوا مع الزوج والزوجه لقيتوا بالزبط. هقول لحضرتك ساعدتوهم ازاي يظبطوا حياتهم بالطريقه اللي حضرتك هقول لحضرتك احنا عندنا مكتب شكاوى المراه في المجلس القومي للمراه احنا عندنا 27 فرع في كل محافظات الجمهوريه من خلال كل فرع عندنا مكتب للشكاوى يعني اي واحده ست بتتعرض لاي مشكله في اسرتها في مجال العمل بتاعها اي شكل من اشكال العنف او اي شكل هي حاسه بإضطهاد او ظلم تقدر ان هي تلجا فورا للمجلس القومي للمراه وهم بيعملوا كده عن... بالظبط بيعملوا كده وقبل ما بتلجا ل ال... يعني لل القانون او من خلال محضر الشرطه او من خلال النيابه العامه المجلس بيحاول ان هو يجيب الزوج وزوجه ويتكلم معاهم ويحاول يوفق ما بينهم طبعا في حالات كتير بيحصل صلح ما بين الزوجين ويقدر ان احنا نقرب المسافات ما بين الاثنين ويكون دي يعني لان المجلس القومي للمراه هو الاليه الوطنيه للحفاظ على حقوق المراه يعني هو الجهه اللي الدوله عاملاها علشان خاطر تساعد الستات بشكل بسيط خالص أيوة. ان هم ياخدوا حقوقهم الست م اللي تحس ان هي مظلومه او حقها ضايع تقدر انها تروح للمجلس القومي للمراه عندنا محامين بالمجان بيقدروا ان هم يساعدوها يروحوا معاها سواء زي ما قلنا بال... يعني الطرق التوافقيه والتراضي ما بين الاثنين آه ويحل الامور بشكل ودي ما بينهم او من خلال طبعا اللجوء بها الى آه محضر طبعًا. شرطه او الى النيابه العامه اذا طبعا اقتضى الامر ده زي ما قلت لحضرتك انتوا محسوسين الفترة دي في الشارع المصري وأكتر من الإعلام المصري يعني إحنا ممكن ما نكونش بنعمل عليكم سبوت لايت كتير لكن أنتم محسوسين في الشارع المصري بمجهودكم بالذات بتظهروا جدا في قضايا التحرش بتظهروا جدا في قضايا الاعتداءات على أي مرأة ما أو اتظلمت أو اتخذت من حقها طبعا. ممكن أعرف قلية ما بعد أنكم بتدخلوا في قضايا التحرش وصلنا لإيه فيها قوانين كحقوق نقدر نعمل ايه طيب انا هقول لحضرتك طبعا احنا ما اتكلمناش على الاستراتيجيه ويعني تفاصيلها لان طبعا في تمكين كتير حصل واستحقاقات كتيره جدا وصلت ليها المراه لكن فيما يتعلق بالتحرش الجنسي واشكال العنف المختلفه الكثير من بناتنا اللي كتير أو من بناتنا ليها العمل الزواج في الزواج المبكر اللي بتعرض له البنات آه يعني كل اشكال العنف المختلفه دي الحقيقه احنا بنشتغل عليها في المجلس من خلال آه شقه كمان في الاستراتيجيه اللي هو الحمايه ازاي ان انا احقق الحمايه الثقافيه والتشريعيه للست المصريه من خلال التوعيه ده بيشتغل عليه المجلس من خلال كافة المبادرات اللي بيطلقها المجلس القومي للمرأة وبننزل برضو من خلال كل فرع في المجلس داخل كل محافظة وعندنا أزرع بتقدر أنها توصل هذه الرسائل لغاية الناس لغاية البيوت زي ما قلت لحضرتك من خلال الرائدات الريفيات من خلال الواعظات في الأوقاف من خلال راهبات وخدمات الكنائس المصرية الثلاث عندنا حملة اسمها معا لخدمة الوطن يعني هم بياخدوا زي كورس او تدريب ازاي آه، ان هم يتعاملوا مع السيدات في بيوتهم وازاي ان هم يوصلوا الرسائل حضرتك عارفه يعني بيبقى عندنا كده بالفطره عايزين نروح للجانب الديني وفكره مم. الموعظه اللي بتيجي عن طريق الدين وإن سواء في الدين بنات او ديني وفي بنات ياخدوا حقوقهم او لا اصل الموضوع مش هيخش في مواضيع بالظبط كده او في بعض الناس اللي زي كتير. ختان الاناث او زي زواج المبكر في ناس بتشوف ان هو ده من الدين او من ال... وهكذا وبالتالي احنا بنشتغل على تصحيح هذه المفاهيم المغلوطه اللي تورث تورثتها الاجيال من خلال الاعراف والتقاليد والعادات داخل المجتمع بتغييرها عن طريق هؤلاء اللي من نفس البيئه يعني الرائدات الريفيات او الواعظات والراهبات اللي هم خارجين من نفس البيئه يعني بنشتغل على المحافظات كل محافظة حضرتك عارفة مصر كبيرة متنوعة عندها تنوع ثقافي كبير جدا وبالتالي هذا التنوع مشمول من خلال الكتلة اللي بتشتغل على الأرض طب ايه طريقة الخطاب اللي بيتقال من الكتل دي للشخصيات دي اللي تعرض للتحرش بنفس للتحرش الطريقة للاعتداء الأسري ايه اللغه اللي بتتكلم فيها اللغه, اللغة نفس اللغه اللي ما انا بقول لحضرتك احنا استخدمنا نفس الناس اللي خارجين من نفس البيئه عشان يقدروا ان هم يتكلموا مع الناس من نفس المحيط الاجتماعي بتاعهم اه فيبقى الرساله هنا تقدر توصل بسهوله انما ممكن انا ابقى مع مجتمع ريفي مع مجتمع الصعيدي اكون انا مختلفه شويه يعني طريقه أنا. كلامي طريقه أنا تفكيري تكون مختلفه وبالتالي إيه هي الرساله يعني رسائل, رسائل متعدده احنا بنقول ايه رساله للمراه النهارده علشان تعرف تحس ان كرامتها محفوظه رسائل متعدده يعني بنفهمهم ونوعيهم بمخاطر الختان بنوعيهم ان الست او البنت وهي لسه طفله صغيره لابد انها تاخد حقها في التعليم الكامل حل. ثم حقها كمان في فرصة عمل لأن أنا لما بجوز البنت في سن صغير أنا بحرمها من أنها تتعلم بحرمها أنها يبقى عندها فرصة عمل وأنها تقدر أنها تكتسب يعني مصدر رزق تقدر أنها تصرف بيه على نفسها أو على أسرتها فيما بعد بوقت براءتها هي لسه جسمها غير محتمل انها تكون يعني تمارس علاقه زوجيه او انها تكون حامل وبالتالي بيحصل لها مضاعفات جسديه طب ده بالنسبه للختان طيب بالنسبه للتحرش لا والزواج القاصر طبعا وبالنسبه للتحرش بنعرف البنت ازاي ان هي تحمي نفسها ازاي ان هي تساعد نفسها لو تعرضت لاي مشكله ان هي تشتكي ازاي أيوة. انا هي بتتصل احنا حقوقها حقوقها اصبحنا دلوقتي في المجتمع ده بنسمع ان في بنات بياخدوا الـ 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 الطريق أنهم يشتكوا ويقفوا ويقول انا عايز حقي هقول لحضرتك اولا من خلال مكاتب الشكاوى اللي قلنا عليها وفي خط ساخن للمجلس القومي للمراه خمسة 15 15. اه اي حد يقدر 15. ان هو 15. يتصل بيه بهذا الخط بيرد عليهم المحامين وبيساعدوا الشاكيه انها توصل لحقها ده جانب الجانب التاني الحقيقه واحنا اشتغلنا عليه كويس قوي في المجلس القومي للمراه من خلال الجامعات المصريه <applause> الجامعات عندنا وحدات لمناهضه العنف والتحرش داخل الجامعات، <applause> الوحدات دي الحقيقه بتشتغل على التوعيه داخل الجامعه، وحضرتك عارفه طبعا مصر دوله شابه عندنا 60% من كتله المواطنين والمواطنات من الشباب، وبالتالي عندنا اعداد كبيره داخل الجامعات المصريه، عندنا ملايين في الجامعات المصريه، فهذه الـ الـ يعني الكميه الكبيره جدا من المواطنين هم مستهدف بالنسبه لنا، وخاصه ان كتير من الشاكيات من التحرش أو من العنف بيكونوا شابات صح. واللي بيتعرضوا ليهم بالاذى بيكونوا من الشباب وبالتالي احنا يعني مجتمع مفتوح داخل الجامعه التعامل ما بين الجنسين وبالتالي وحدات مناهضه العنف في الجامعات وصلت ل 40 وحده من 2016 لغايه دلوقتي احنا وصلنا ل 40 وحده عندنا في الجامعات من 2016 لغايه 2023 بقينا أكتر من أربعين 40, 40 وحدة, وحدة, وحده دلوقتي في الجامعات المصريه سواء جامعات حكوميه او جامعات خاصه او جامعات اهليه وبالتالي عندنا من خلال هذه الوحدات البنات بتقدر انها يحصل لها توعيه الشباب كمان بيحصل لهم توعيه بمخاطر يعني الاعتداءات على التحرش او الاعتداء على زميله او اي بنت بيبقى عارف القوانين وتغليظ العقوبات وصلت لاي درجه وبالتالي هو يبقى حذر من ان هو يلجا كمان ان هو يعني لهذه العاده او لهذا التصرف السلبي انا عارفه ان المجلس القومي للمراه برضو من وجوده على الارض وصل للاقاليم واعتقد ان كان من اهم النقط المهمه اللي احنا كنا حريصين عليها ان ندي مكتسبات كتيره جدا للمراه الريفيه والصعيديه اللي في البلاد الريفيه ممكن م. اعرف الستات دول بيتعامل معاهم ايه بيتشجع ادتوهم ايه اخدوا مكتسبات ايه ما كانتش عندهم وكانوا بيتواصلوا معاكم ازاي أه بنسهل لهم الحصول على المعاشات من خلال وزاره التضامن أه من خلال فروع المجلس الاقامي للمراه أه بنوفر لهم زي ما قلت لحضرتك تعليم بعض المشغولات اليدويه وال عشان يعملوا مشاريع علشان يعملوا مشاريع يقدروا ان هم يضروا ربح أه طيب الستات اللي اتعلمت بالفعل او عندها أه مشغولات قدرت ان هي تعملها بنعمل لها معارض تقدر ان هي تسوق من خلالها أه فكره ان احنا أه يعني الجهه اللي هي بتقدر من خلالها تشتكي او توصل صوتها احنا أيوه. اداه لتوصيل الصوت كمان صح. ايًا كانت المشكلة ممكن احنا نبقى شايفين المشكلة دي هي بسيطة لكن بالنسبة لهذه السيدة هي كبيرة. مشكلة كبيرة عندها او هي مش قادرة انها توصل لمسؤول لكن المجلس هنا بيكون هو الآلة او الاداة اللي يوصل صوت هذه السيدة ويقدر ان احنا نوصل لهم بحلول مم. وده حصل الحقيقة على مدار حملة طرق الابواب يعني من اول ما تم اطلاقها لغاية النهارده الحقيقة هي ليها مراحل متعددة كمان المبادرات اللي بيطلق المجلس اخر مبادره عندنا اسمها بلدي امانه بنكلم الستات ازاي دورهم واهميه دورهم في المشاركه السياسيه طبعا ان الست المصريه من 2013 لغايه النهارده كان ليها دور كبير جدا جدا نزلت الميادين وما خافتش ورغم كل المحاولات علشان خاطر تخويفها من الجماعه الارهابيه الفاشيه لكن الست المصريه ما خافتش ونزلت وكانت واقفه بقوه وتصدت لكل المحاولات دي وقدرت ان هي تدافع عن بلدها وكان للمراه المصريه الحقيقه دور رئيس في تغيير هذا الـ يعني السياق وان احنا نبقى واقفين دلوقتي على ارض صلبه بنتكلم عن تنميه بنتكلم عن نهضه بنتكلم عن حقوق للمراه ومكتسبات للمراه مع عشان كده احنا ده, ده النقطه المهمه ان احنا لما وقفنا اخذنا قدامها مكتسبات كانت لازم تاخد من زمان طبعا لان هقول لحضرتك أ... ان المجلس اما اتعمل من سنه 2000 لغايه 2011 كان عمل الحقيقة شوط كبير في ملف المراه لكن كان في الاتفاقيات الدوليه وفي يعني التواجد الدولي اكتر وفي بعض التشريعات مم. يمكن الناس ما كانتش حاسه قوي زي ما, على ما قلت الأرض. في الاول دلوقتي بالزبط. احنا حاسين بكولر خليني اطلع فاصل ونكمل الحوار طيب. بس آآ آآ نلتقي بمجموعه اللي كنا مستنيينها من ضيوفنا بعد الفاصل موجودين معاكم ولسه موضوع حلقتنا مهم جدا ماذا تريد المرأة المصرية من رئيس جمهورية مصر العربية القادم سؤال مهم جدا عايزين نفكر فيه من حقنا ان يبقى لينا مكتسبات اخرى ده مش طمع ده حق لان احنا بقالنا كنا سنين طويلة جدا ما كانش حد بيبص على المرأة غير مكملات عارفين مكملات الغذائية العشر سنين فاتوا دول فقط لغير اكتشفنا ان احنا حد بيدينا حقوق في حد بيبص على المرأة وبيديها الأشياء اللي هي كانت مفروض تاخدها من فترة طويلة جدا بيساعدنا ينضم لينا مجموعة أيضا من عظيمات مصر كل واحد في مجاله ولكن كل واحدة فيهم هي كمان هيبقى ليها متطلبات هي كمان هتقدر تشرح لنا ايه اللي احنا اكتسبناه وايه اللي احنا محتاجينه فالاول بس يكون معانا استاذه امل فوزي رئيس تحرير مجله نص الدنيا السابقه اهلا وسهلا بيكي استاذه امل والمحاميه الصديقه الاستاذه مها ابو بكر نورتينا وشرفتينا الله اهلا وسهلا بحضرتك هبتدي مع حضرتك استاذه ما يمكن احنا اتكلمنا مع دكتوره رانيا شويه عن بعض المكتسبات اللي احنا اخذناها لو حضرتك عندك حاجه مهمه في المكتسبات عايزه توضحيها لينا احنا تحت امرك بس السؤال الاهم ناخد ايه تاني؟ يعني عايزاكي تفكري كده اه هو احنا محتاجين ايه تاني عشان ده حقنا؟ لا احنا عايزين ندي هو الحقيقة احنا لما هناخد هندي ايوه أو. أو طبيعي هو بس خلينا نقول ده يعني اولا انا سمعت كلام الدكتوره رانيا وطبعا هي غطت نقط كتير قوي في المكتسبات بس انا عايزه اضيف اكسبريشن كنت دايما هو بتاعي يعني ودايما كنت بستخدمه سنين طويله انا بقلي لي 30 سنه بشتغل في مجال حقوق المرأه يعني فدايما كنت اقول انه المرأه بتعاني انها ورده في عروه جاكيته النظام اتس ماي اكسبريشن كانت قعدت سنين طويله بهذا الشكل يوم ما النظام يحب يجمل نفسه على المستوى الدولي في ازمه ما يحط بعض الحقوق للمراه وسريعا ما يطلعها ويرميها ويدوس عليها وخلصنا حضرتك زي ما قلتي انه خلال العشر سنين فاتت كان فعلا في اهتمام كتير بحقوق المراه بس الحقيقه ده ما كانش من باب بس الوعي السياسي لا من باب ان المراه فرضت ده لسببين اولا المراه اثبتت خلال ثورة يناير و ستة ان هي آآ آآ كتلة حرجة قادرة على التغيير قادرة على التأثير ولها عشان تقدري تفضلي تحركيها لازم تدي حقها صح فده جزء م. من مكتسبات ما قامت به المرأة يعني بجانب الوعي السياسي م. فالحاجة الثانية انه في آآ كل الدراسات بتؤكد انه تحسين وضع المرأة بيحسن من الناتج القومي الاجمالي 34% فانت النهارده لما تدي المرأة حقوقها انت بتاخدي أكثر ما بتدي بالظبط المجتمع ف... كله بيتغير اه المجتمع كله فهي العمليه مش احنا لا بناخد حاجه زياده ولا عايزين زي ما لك عايزين ايه والرجال العالم المتحده آه لا هذا الكلام آه بعض الرجال معتقدين إنت ايه الطمع اللي انتوا فيه مش كفايه عليكم كده ولا ال الكلام لا كله مشكفية. اه مش كفايه طبعا الكلام كله منصب <applause> في سكه انه احنا بندور على مصلحه المجتمع آه. مش بندور على مصلحه فرد آه لما بنتكلم على قانون جديد للاحوال الشخصيه احنا بنقول قانون اسره مش بنقول قانون مرأة لما نحقق حقوق عادله للاسره المراه والطفل والرجل احنا بنحقق المجتمع هنغير شكل المجتمع لما بنقول بقى انه يبقى في مؤشر المساواه بين الجنسين بيتحسن او يعني عايزينه يتحسن هو الحقيقه مش بيتحسن يعني ده, ده الطلب الوحيد اللي قلته أه في الانترو أه يعني يعني انا هقول لك بعض الارقام اللي شويه وهنقول اسبابها ايه احنا كنا نم السادس عربيا احنا السنه دي العاشر عربيا. احنا 132 من 144 دوله. فاحنا ارقامنا كنا في 19... المساواه بين والمراه كنا... ايوه الرجل كنا 129 السنه اللي فاتت احنا نزلنا. ليه؟ ليه؟ لاسباب كتيرة ظروف الاقتصاديه دي من ضمن الحاجات المحسوبه جدا مشاركه المراه في القطاع الخاص لانك انت القطاع العام والقطاع الحكومي الحكومي المراه 36% منه. <applause> القطاع الخاص 18%، طب انت القطاع الحكومي واقفة فيه تعيينات، مفيش فيه تعيينات، يبقى <applause> إذا القطاع يبقى المرأة ما بتلاقيش فرصة كفاية في القطاع الخاص. <applause> القطاع الخاص ما بيطبقش ختم أو مؤشر المساواة، يعني البنك الدولي اشترك كان كان ابتدى في 2008 هذا المشروع مع مصر، وأنت توقف فترة الثورة ورجعناه 2020. عشرين عشرين. الحقيقه الشركات اللي اشتركت فيه شركه احدى شركات الاتصالات واحدى البنوك فقط, فقط. اه دول اللي شاركوا في هذا المؤشر انهم من... يشغلوا المراه لا ان هم ياخدوا ختم المساواه الم... او ان الم... هو عندهم مساواه بين الرجل والمراه المؤس... م... المساواه ده بيتكلم على ايه؟, إيه؟ على توظيف فرص التوظيف على توفير فرص الموازنه للمراه ما بين عملها وبيتها أوكي. ان هى تاخد اجور متكافئة وانها يتمنع التحرش الجنسي ضدها او في وتترقى بنفس الطريقه بنفس المستوى ما ما هو التوظيف التوظيف بيبقى كل ما يعني كلمه فرصه التوظيف فرصه الترقي فرصه فقط شركتين في مصر هم اللي اخذوا زي الايزو زي الايزو اسمه الاي جي اس اوكي احنا هنسميه الايزو عشان كل مشاهدين يبقى سهل عليهم ف فدا احنا طبعا انت عندك نسبه المرتبات في القطاع الخاص بيقل المراه عن الرجل في تمييز حوالي 34% اقل نسبه الفرص في المناصب الاداريه الاداريه والمناصب العليا برضو في مجالس الادارات ما فيش قوانين بتحمي الحقوق دي فيه في بعض الدول زي المانيا مثلا بتحط لازم 20% مجالس الادارات ومجالس الادارات العليا للمراه ده مش موجود عندك طبعا هسيب الكلام ده بس بقى لكن انا بتكلم ان انت محتاجه لحزمه من القوانين محتاجه للعمل على مستوى القاعده انت عملتي على مستوى القمه وخلينا نقول ان لولا مجموعه الاجراءات اللي تمت وانه يبقى في وزيرات ونائبات ونيابه يعني في كنت هخرج بره المؤشر اصلا يعني انت عارف خلي بالك ان المؤشر ده الدول العربيه مستخدماه الحقيقه بشكل قوي جدا بتشتغل عليه كويس قوي قوي لانه هي بتفرق معاها في مؤشرات التنميه الدوليه. وتفرق آه. معاها في حاجات كثيره جدا طب. يعني ايه السنه دي مثلا البحرين عامله قصفه هي ثاني الدول العربيه. في بعض الدول راجعت مين اول دوله عربيه؟ أو الامارات الحقيقه محتفظه بهذا المنصب بقى بتاع خمس ست سنين. مم. كان زمان تونس <سؤال> لكن تونس تراجعت، تونس كانت فترة طويلة الثانية والثالثة واحنا بنبقى الرابعة، بنبقى الستة يعني للدرجة دي الذكورية لسه موجودة رغم ان معلش يعني احنا في العشر سنين دول كان لينا آآ آآ الرئيس عبد هو الظهر. ومع وجوده وما زالت برضه ال... 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 الشركات الخاصة وقفنا هو انت هو هو الموضوع مش أقل. بس شركات خاصه انت محتاجه لدعم مؤسسي دعم قانوني مزايا تحفيزيه اشياء بهذا الشكل يعني انت محتاجه ان انت تعملي طب. مثل هذه الامور يعني طب خلينا نروح احنا محتاجين واضح ان احنا محتاجين مجموعه او حزمه قوانين تخلينا نحافظ على حقوقنا القادمه يعني احنا عايزين يبقى لينا تواجد زي ما الاستاذه امل بتقول نعمل ايه طيب خلينا نقول الاول انه طبعا ما حدث في العشر سنوات الماضيه تنجل. لا ينكرها جاحد طب تمام واننا على الطريق لكن حقيقي زي ما قالت استاذه امل انه احنا تم التمييز ضدنا لمده عقود صح. التمييز السلبي وبالتالي اي حاله ليها علاقه بالتمييز الايجابي مش معناه ان احنا خدنا من حد لا ده احنا ده حقنا ومن حقنا ان احنا ناخده زي ما قلتوا ان احنا عايشين في المجتمع ده تحت سقف واحد صح. فاذا حد تحقق له حقه هيقدر يدي كمان للباقيين حقوقهم وبالتالي احنا في ذات الترس بنلف في ذات الترس تمام طيب اللي تحقق في الحقيقه على المستوى تطوير البنيه التشريعيه للمراه والطفل قد يكون ليس باليسير لكن هي الأزمة مش بس إنه اللي تحقق قليل، لا اللي تحقق كمان موجود في بيئة حاضنة طاردة لهذا القانون. يعني؟ يعني واحدة. يعني إحنا مثلاً عندنا تجديد حصل فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة وأيضاً فيما يتعلق بالختان إذا ما عملنا. يعني نظرة كده على هذا التشريع أنه مثلا التجديد اللي حصل في الختام جرم حتى اللي بيحرض على الجريمة ولو لم تحدث آه. بمعنى أن أنا لو جارتي جات قالت لي أنت ليه ما خدتنتيش بنتك أنا من حقي أن أنا أرفع عليها قضية أرفع عليها قضية أو أعمل ضدها بلاغ مع أني أنا مش أخدتن بنتي طب ذات اللي حصل ده ليه ما حصلش فيما يتعلق بيه ضد المرأة بشكل عام يعني مثلا بين قوسين في ناس بتقول عن نفسهم شيوخ الفتنه مثلا فتقول لك او هم شيوخ يعني بس احنا شايفينهم شيوخ الفتنه في الحياه بشكل مجتمع يعني يقول لك انا والله هدافع عن البنت المحترمه لكن الثانيه لا طب هو اصلا حضرتك احنا المفروض نخضع لرؤيتك ووجهه نظرك في الاحترام وانت فرد من افراد مجتمع كبير بالظبط ولا احنا بيحكمنا قانون طيب هذا الشخص حتى اللحظه مش بيتحاسب لان ما عنديش التحريض على الجريمه النوع ده من الجريمه ما عنديش عقوبه دي نقطه مش موجوده في القانون القانون بالظبط لابد ان انا ما انا عندي تجديد في العقوبات في العنف ضد المراه ان كمان احط المحرض من ضمن اللي اللي يتحاسب هذا إيه؟ الامر لا بس في حاجه انا عايزه اقطعك فيها اتفضل رغم القانون ده ورغم أنه هو مهم جدا لكن في كانت مهمه مم. ان هو سبح ان هي يتم هذا الامر لاسباب طبيه لو في سبب دا داعي طبي يتم عمل ختام صحيح ده من ضمن دا الحاجات من ضمن اللي ضد ايضا فتحت ثغره بالظبط اه فتحت في الاخر مين اللي هيقول انه في تدخل طبي ولا الطبيب اللي ممكن تكون وجهه نظره مع الختام اصلا آه. مش للاسف هو زي ما كانش فاحنا محتاجين خالص القانون ده من ضمن الحاجات اللي جايه من, من سنه 2024 وعشرين القادمه دي هنحطها تحت طلبات المرأة المصرية القادمة في التشريع بس مبرر للختان اه اذا لكن انا فتحت مبرر آه. يبقى نقفل آه. المبرر آه. ده بزا. ايه تاني؟ دي حاجة، الحاجة الثالثة انه احنا عندنا مثلا تجديد العقوبة فيما يتعلق هتك العرض والتحرش وايضا الاغتصاب لمن له ولاية على المرأة. ما حطيتش تشديد العقوبة في الضرب مع ان هو برضه عنف ضد المرأة صح؟ يعني الاب الابن الزوج الزوج اللي بيضرب الست مش بديله تشديد في العقوبه لانه هي في النهايه موجوده جوه بيته وهو المفروض السند والامان ما بدلوش تشديد في العقوبه، بديله عقوبه زيه زي وزي اللي ماشي في الشارع وشافها بالصدفه وضربها. اذا نمره نقطه نمره اثنين نحط ده كمان من ضمن ان الضرب يتحط من ضمن تجديد العقوبات. في العقوبه التشديد في لمن له ولايه على المجني عليها. يعني تبقى فيه عقوبه للست يعني الست من حقها انها تطلب العقوبه لو هي ضربت في حق المجتمع. بالضبط. يعني لو هي الست نزلت الحق لا يسقط المفروض مم. لان انت النهارده في حد اعتدى على شخص. طب ما ده دور برضو من أدوار المهمه اللي طبعا احنا حضرتك ان احنا بصدد خروج القانون الـ الـ الاحوال الشخصيه أوه. والحقيقه قانون الاحوال الشخصيه زي ما استاذه امل قالت هو يعني احنا منتظرينه وست الرئيس قال انه مش هيوقع على قانون غير منصف للمراه لكن هذا القانون هو الحقيقه ستات كتير وبيوت كتير جدا منتظرينه جداً. وبالتالي احنا في امس الحاجه لخروج هذا القانون لان قوانين الاحوال الشخصيه ومواد الاحوال الشخصيه فيها مواد لم يتطرق إليها المشرع من أكثر من 100 سنة وبالتالي إحنا في حاجة ماسة لأن هذا القانون أصبح يعني لا يتوافق مع الزمن, الزمن اللي إحنا اللي عايشين فيه بالظبط طيب. كده إيه هو القانون؟ طيب إيه حزمة بقول... القوانين اللي إحنا مستنيينها كستات مصر تطلع متوافق عليها؟ قانون الأحوال الشخصية طبعاً ده من أهم القوانين اللي إحنا مستنيينه والحقيقة أننا نشف عشان خاطر القانون ده يتعدل وعندنا تخوف كبير جدا ان برضه ما يتعدلش وفقا لي آه طلبات, طلبات طموحاتنا احنا عندنا مش عايزه اقول عندنا امال احنا عندنا الام ومن حقنا يكون عندنا طموحات احنا عايزين ايه انتوا احنا عايزين سلام عايزين. في القانون ان يكون في الملف الواحد ده مهم جدا ان الست اصلا مش لاقيه تاكل وتشرب هتروح ترفع 15 قضيه ازاي ده واحد اتنين ان يكون معفيه من الرسوم ومن الضرائب طيب. أنا طبعا. أكمل معاكي بس أطلع فاصل وأرجع بعد الفاصل أكلمك، فاصل. بنرجع لكم مرة تانية والمطبخ اللي موجود معانا النهارده ليه غرض مهم جدا، أنا عارفة إن في ناس كتير جدا عاملين مقاطعة لحاجات كتير. آه لحمه فراخ معينه آه سندوتشات معينه فقلت ايه طب ما نجيب مروه عبدو زيك يا مروه طيب لكمارو ومروه ليها تخصص في السمك وانا عارفه ان في ساندوتش معين بيتعمل كده سمك فيليه فقلت طب ما مروه تعلمنا نعمله ازاي في البيت ونعمله لاولادنا علشان برده ما نحسسهمش ايه ان هم مفتقدين حاجه جمعة نعملها فعايزينك تعلمينا ازاي نعمل طعم الساندوتش ده اوكي وبعدين كمان انا بحب قوي الابل باي اه ما النهارده نفس بص بقى هو الفكره كلها النهارده ان احنا جو برد مشي. بالليل مشي. الام الظريفه الشطوره اللي عايزه تقوم تعمل لاولادها بالليل عشاء ظريف وزي ما أنت قلتي ان احنا نعمل لهم بدائل المقاطعه م. طب يلا نعلمكم النهارده نعمل الفيلي اوفيش والابل باي. اوكي. اللي احنا كلنا بنحبها جدا من كل الحاجات اللي بره. الفيليه وفيش ده انا اللي انا اللي انا اقدر اساعدك فيه ان انا اعرف اجيب السمك الفليه صح؟ اه اللي هو بيبقى في الاساس اسمه قشر بياض. قشر بياض. طب طيب. انا جبت قشر بياض. ده احسن بعدين. نوع. عايزه بقى طعمه نفس طعم بتاع أوكي. اللي كده. طيب فاهمه؟ <applause> <applause> اوكي فاهمه طبعا فاهمه جدا. طب بصي احنا جبنا السمك القشر بياض زي ما احنا قلنا اهو اوكي تبلته من امبارح طبعا عملت ملح وتوم باودر وبصل باودر ها بس ونص ليمونيه نص ليمونيه ملح باودر, باودر وبصل باودر ونص ليمونيه اوكي ما بحطش توم بقى وبتاع وكمون وكده عشان ما يبقاش ايه زي ما يبقاش ال يتقلب حاجه ثانيه بالظبط كده اوكي طيب فاحنا عندنا النهارده بقى ايه هنتبل ده في الدقيق وبيكنج باودر وميه وبعدين ناخده نحطه في البقسومه طب اجيب لك بوله ونعمل ده يعني نشتغل اهو بوله اهي لا اهو 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 كلها عندك اهو اجيب لك كام بوله ولا اي حاجه كويسين كده هي واحده اوكي حبه دقيق تمام حط عليه بيكنج باودر عشان ينفش ويبقى ايه الدكتوره حركات ايه ستارة دي ها خلاص احنا مياه ميه ميه اهي حبه ميه عشان قدام الكاميرا اوكي الناس كلها تشوف برده المقدار ماشي حوالي نص كوبايه ميه مش كتير اوكي ده عشان انا احط الحاجه فيه اه أو. اوكي بص بقى كده بنقلبه احنا عايزين التكستشر يبقى كده يبقى تقيل مش تقيل قوي ولا خفيف قوي بصي نفشت اهي زي ما انت قلتي مم. كده عشان تبقى منفوشه كده وظايفه وفي ناس بتعمله بالبيض انا مش بحبذ خالص البيض والبقسماط مع ال السمك عشان ما يزفرش بالظبط كده طيب اوكي انا بسخن لك ال... الزيت ده هنا عشان نقلي صح بالظبط طيب ايه بقى طيب. هتعمل ايه اوكي اساعدك فيه ولا اي حاجه نجيب بقى البقسماط نحطه هنا اوكي طيب تمام طيب. هعلمكم حركه لطيفه جدا بالبقسماط عشان نقدر نوفر الحروف بتاعت التوست اللي احنا بنقطعها دي عشان نعمل بيها الابل باي بتسيبيها تنشف خالص في الهواء من غير ما تتحمصيها ولا اي حاجه اوكي يومين ثلاثه كده تكون نشفت خالص تقومي فرماها في ال... ويبقى تقوم ويبقى هو البقسماط اوكي بحط الاول في الدقيق اه ودي انا شايفه ان انت متقلاه اه اه ما هو ده التكستشر المظبوط اللي احنا المفروض نوصل له اوكي طيب انا بس ها... انا معيش الدنيا ضيقه عندنا <applause> لا ولا اي حاجه <applause> نضغط بس كده عليها ايه عشان تفرد وفي نفس الوقت ما نهريش السمك لان السمك طبعا ايوه احنا عندنا ترابيزتنا ضيقه <applause> بس انا هحاول اشلك الحاجات دي وانت بتشتغلي في الاخر لا لا اخر اه كده ده بقت 100 100 خلاص زي كانه حاجه يعني انا انا كل اللي عملته ان انا رحت متبلاها بالملح بالملح بالقهوه ده اه هنا ملح, ملح. والليمو نص ليمونه ايه توم باودر توم وبصل باودر بس, بس وخلاص وحطيتها بس كده يلا خلاص اوكي اعملي بقى التانية كمان اه اوكي بس, اشت... بس انا بقى اشتغل في اقل من خمس دقائق وهتديني نفس الطعم بالظبط اه وانتي محضره الساندوتش دي جايبه مايونيز ومستردة وحركات اه اه ده في بصي دايما السمك بيحب قوي صوص اسمه تارتر صوص اه كتر الصوص ده عباره عن ايه؟ احنا بنحط المايونيز ها ستار ده ها نص ليمونه يعني عصره ليمونه نص عصره ليمونه بسيطه طيب ها. انا عشان نعمل الساندوتش بالظبط استني بقى انا اطلع لك البتاع ده البتاع دي فتحت اه <applause> عشان بس ما يتحرقش خساره <applause> <applause> الله رشفت <applause> اطلع كوبايه اطلع معلقه والله طبق 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 هاتي استني طلع لك طبق علشان احط فيه أوه. اللي بيتحمر خلاص بالظبط كده طيب علشان انا اطلعه سخن زخ... هو السمك ما بياخدش صح خالص ما فيش minutes يعني عشان بس ما احرقهوش بالظبط عشان احنا عايزين تورينا الساندوتش يتعمل ازاي اهو اطلعه يا مروه اه مروه اطلع اه يلا يعني. طيب تعرف. انا اطلع ثانيه اه عشان ما بوظهولكيش يا مروه عشان ما بوظ الفقره ثانيه خليك خليك اه قلبي دي كمان يا مروه ناسي دي خدي دي وطي شويه كده لين حاضر اهو احط منديل آه. أجيبلك اجيب لك منديل اوكي عشان الزيت انا عايزه اصلي اعرف الساندوتش نعمله ازاي يعني ها. ايه الكومبوننت بتاعه اللي... انا نفسها اه يلا حطي ادي واحد تحس ان احنا واقفين في في مطبخ بيتنا <applause> اه هو ده احلى حاجه يلا طيب شكرا <applause> 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 كده خلاص <applause> لا ما اتلسعتش انا ما تلسعش طب انا استنى ده اه شيليها بقى خلاص دي اشيل دي طب بس خلاص طيب, طيب. <تصفيق> خلاص سيبيها 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 ما تقلقيش ما تقلقيش ما تقلقيش انا مش عايزاكي تخافي من حاجه لا لا اخاف <أخير>. معلش اخاف <applause> طيب طب <applause> 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 احنا هنسيب ده ل... عايز أعملي حاجه هنا قبل ما نعمل الساندوتش اه الساندوتش بقى بصوا انا هقول لك حاجه لطيفه جدا كده بتبقى لذيذه قوي في العيش ايه ممكن بقى خدي الطبق دي حط لك دي. دي مكانها اه اوكي سيبها ايه تسخن بس اه احنا عندنا هنا مم. زبده زبده اه سهير لو كانت موجوده <applause> معانا دلوقتي ما انا النهارده بقى وهي بتعترف انها تحط على السمك اللي سهير بتحبه زبده لا ما هو ده الساندوتش ما اوريدي سهير ما كانتش هتاكل بال لا طالما مش موجوده انا لاول مره هضطر ان انا اقول لها لا يعني وحشنا اعتراضها بتاع الهيلثي فود يا جماعه لو سمحتي حطينا نقطه ملح بسيطه اوكي اوكي وحطينا ريحين ريحان اه دي بقى الفست بتاعتي انا عايزينها هتعملوها عادي هتحطوها من غير الريحان والزبده والكلام ده هتعملي ايه انت بتعملي ايه دلوقتي هقول لك بقى هحمص العيش ده في الحركات دي اه انت هتديله تيست اه عشان فهمت الصوص ما ما يطريش العيش وفي نفس الوقت يفضل معانا اطول وقت ظريف اه تقولي ان عشان ما يتبلش العيش العيش من ما يتبلش بالصوص وبالبال بقى كده بالظبط ايوه فهمتك اوكي شفتي الحركه دي اه لا فانت هنا حطيتي الزبده وحبه ملح وحبه و... ريحان انا بحب قوي الريحان مع الزبده قوي اوكي بس كده تعالي نعمل واحد اه يا ماشي اوكي سيبيه بقى ده ليه وقت معين ولا إيه شيء يا دوبك وعدين. اول ما يحمر بس سنه احنا بناخد منه اللون الشمس بقى اللي قصدي طب ما تزودي شويه زبده تاني يعني ده انت حبيتي بقى بزبده لا ما قصدتش <applause> خلص لكن يعني احنا مع الهالسي فود <applause> مع الهالتي فود <applause> نزود زيت عشان بس يتحمر كده ويبقى ظريف كاننا مش واخدين بالنا لو سوسو بتتفرج علينا دلوقتي سوسو هتصور. لو بتتفرج علينا ازاي سلامتك <applause> يا اه يلا بقى قومي تبقى موجوده معانا ان شاء, <applause> شاء الله في اقرب فرصه يلا نعمل الصوص بقى خلاص ده بقى كده خلاص طيب. انا اعتقد كده خلاص خدي ده على ما اخد واحد تاني أو اوكي ماشي اهو برافو <applause> المط... ريحته حلوه قوي بصراحه طيب هتعملي ايه بقى هعمل الصوص بقى بصي يا ستي لا هو ال... اشيل لك ده عشان تهت. اوكي احنا بنعتذر على ما مطبخنا لا لا خالص هكبره هشتري هشتري ال 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 الديكور اللي جنبي واكبر مطبخي انا انا قررت ان انا اطلع يعني هشتري بتاع دعائي. دعاء دعاء فاروق صاحبتي وحبيبتي برضه مش هتقول لا دودو انا هاخد الديكور شويه للمطبخ معلش وبعدين. يا دودو بقى عشان السلم انت عارف <applause> مش عشان السلم عشان المطبخ اه يعني نحب برضه تيجي تطبخ اكيد طيب بصي بقى هاي. احنا هاي. عملنا ايه اخذنا معلقتين مايونيز مع ده الصوص اللي هيتحط تارتر صوص اه اوكي ماشي طيب اوكي اهو وناخد مستردة اتنين اوكي شبت حتى دول تاني لا خلاص خلاص عشان اوسع لك المكان وخيار مخلل خيار مخلل ده هوم ميد انا اللي عاملاه انت اللي عامله المخلل واو <applause> ايه الشطاره دي اه ايه الشطاره دي يا عم <applause> ماشي وانا بعمل لك حط عليه بقى ايه بقى؟ سنه سكر 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 ليه بقى؟ هو كده هو ده النظام <تصفح> لا هو بيبقى احلى بالسكر امم يبقى انا حطيت المايونيز والمستردة والخيار المخلل وسنة سكر اه وبصي برده عصرة ليمونة صغننة اوكي باودر بس كده آه. اوكي اهي لسه في طاسه فيها زيت طب العيش. بس اه لا خلي بالك بقى عشان ده بتاع التوست اه ما انا هخليها بس خلي التوست عشان ايه طب اش عملتي العيش صح? اه عملت العيش خلاص يلا هتيمن هتيمن يا ما تخافيش يا منى ده التلفزيون فيه ايه بتدخلوا لي الطاس. في ايه يا منه؟ بصي بقى بنحط الصوص ده كده طيب ما انا عندي هنا مش دي انت محتاجه واحده ثانيه لل 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 باي ما هو في واحده هنا فيها زيت اهو اه اه خلاص هم اللي جابوا دي ما طيب الحشو. حاضر حاضر بحطها ماشي يا استاذ ياسمين عشان حاجه هتكر انتوا هتكرملوا ايه استني يعني بقى وريني كده بصي بقى حطينا الصوص وبعدين حطينا تحبي نعمل كمان ساندوتش آه انا عندي واحده كمان اهو احنا عندنا اثنين طب الله الصوص حلو امم حطينا الصوص مم. طيب وحطيت ورقه خصاي صغننه اوكي في هنا فين المخير اهو خير مخير اللي انا عاملاه برضو <applause> انت عامله بس دول لا حلو وده بتوم حاطه ايه تاني حاطه ايه تاني هعلمكم الخير مخلي بعد ده حركه صباحي

يلا وقولي لنا الابل باي اوكي الابل باي عاده المفروض بتستخدم بحاجه اسمها باف بيستري طب احنا مش عايزين نجيب باف بيستري وما نكلفش نفسنا بقى فنعمل ايه بالتوست الابيض طب هتعمليه ازاي انا هحضر لك بس الزيت ده عشان احنا كده ايه هنتحرق هنحرق الاستوديو كله اه لا خلاص انا كده قفلته ادونا بس ادوني ادوني عايزه هجيب طبق تاني اه انقله فيه عشان يبقى شكله حلو انا همسحه يلا بقى بسرعه اعملي لي لا اعملي لي بس التوست طيب التوست ال اللي, اللي, اللي معانا يلا اوكي وانا هزين لك الطبق بالهنا والشفا ده عشان ما حدش يقول ايه احنا العيال ما بياكلوش ادي طبقه يلا. يلا ها بسرعه بصي بقى يا ستي بسرعه بتشيلي الحروف بتاعة التوست مم. وبعدين اهو اوكي حطي زبده؟ حطي زبده للتوست؟ اه اه أو. ماشي اوكي عشان يلحق اوكي وبعدين دي زبده وبنحط فيها الابل باي كده يلا حطي مش كله ايوه بالظبط عشان يلحق وشويه سكر انا عارفه كرملي بقى السكر كده قد ما طيب اكرمله؟ اه نزلي شويه وهنشتريه حاضر انا ده كده ب... ده حاجه اوت سايد اللي انت بتعمليه اه انا بكرمل ال ال ال, ال... وبرده نص عصره ليمونه طيب ايه ولا حاجه أوكي. يلا بنفرد التوست كده اهو انا بكرمله ومولعه على النار وكله حلو تمام دي بقى حاجه مفيده جدا للولاد الصغننين بالليل الجو برد بقى حط قرفه سوري حطي قرفه ادوني 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 بس خمس احنا حاطين قرفه كتير اه حلو حلو اوكي هي دي اللي هتعمل هي دي الرول موديل النهارده اه احنا احنا هنروح نحطها وبعدين نحمر بتاع التوست صح عشان بس نلحق اه اه اخرتكم انا النهارده لا لا خالص اديني اديني بس دقيقتين خلاص ثانك يو خلاص كده كارمن اه 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 يلا تمام اجيبلك معلقه اهو خلاص خدت الشوكه عشان هنحط. بس نوريه لكل اصدقائنا احنا احنا هنحطه وبعدين نحمره اه اه انت عندك الزيت اه oh, جاهز oh. عشان بس نوريه لكل اصدقائنا بيتعمل ازاي بص آه، عندنا هنا آه، راحت من الدقيق اهو الدقيق اهو ده دي. اوكي, أوكي. واحدة اجيب بس حابة احط فيه مية اه انت هتحطي له هتعمليه كان زي ما عملنا؟ اه عشان اقفل بيه اقفل بيه التوست على بعض أنا موجودة. برضو في ناس بتحط بيض انا ما بحطش بيض عشان ما يزفرش اوكي يعني انا ضد موضوع البيض خالص بقى في الحاجات دي بيض بناكله عادي طيب منفكر. يعني احنا كده هنقفله وبعدين نقوم محمرينه في الزيت بالظبط طيب استني بقى كده استني انا عندي هنا جاهز اه وانا ما عايز اشوفه انا ممكن اقفله لك كده من غير ما هيفك هيفك لازم هيفك ها أوه. بس عايزه اوري كل اصحابنا طيب يلا اللي زي ما بيعرفوش يعملوه خلاص ده هو 1 مينت خلاص يلا بصي اهو يلا خليها اول واحده احنا انا واحده بس بصي اهي بنقفلها كده اوكي ماشي دي بقى ازرف الباف بيستري مش موجوده على طول في السوبر ماركت مش معموله مش معموله فاحنا ايه نبقى احنا عندنا بالمتاح اللي في البيت ونقوم محمرينه آه. وبعد كده نعمله في بنرش فيدي. وبس بياكلوه بقى تحطي له سكر بودره احط هو سكر بودره عادي بقى شكله طعمه حلو قوي قوي وبالليل بقى بيدفي القرفه مفيده للاطفال و... كده احط, أحط كده عشان اقول آه للناس آه. اهو آه. آه. عشان بس نبقى عملناها ميرسي يا مروه you ميرسي جدا وانا مبسوطه قوي وحبيبتي ربنا يخليكي ميرسي انتوا طلبتوني ميرسي حبيبتي انت نورتينا دايما تحياتنا حياتنا لحضراتكم ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده والسلام